بإذن الله بتكونوا بخير. في المحاضرة دي إن شاء الله هنبدأ في الـ AC circuits. في الـ AC الـ AC محتاج تركيز شوية ومحتاج يتفهم صح وهيبقى صعب إن شاء الله، واحنا هنحاول إن احنا نعمله كده. بس أول المحاضرة عايزة أشكر مريم أسامة لأن هي اللي عاملة النوتس دي، من غيرها ما كنتش هقدر ان انا اوصل لكم الدرس او اقدر ان انا اشرحه يعني. فاحب اشكر مريم وسامة جدا على النوتس الجميلة دي. ونبدأ بسم الله. اول حاجة هندي introduction للباور سيستم. عندنا اي شبكة او اي باور سيستم اذا كان حاجة معقدة او حاجة بسيطة بتمر باربع مراحل. ايه هي الاربع مراحل دي؟ اول حاجة الجنريشن، بعدين الترانسميشن، بعدين الديستريبيوشن، بعدين اللودز. اول حاجة جنريشن اللي هو التوليد. التوليد دي عبارة عن ان احنا بنحول الطاقة الميكانيكية للطاقة الكهربية، تمام؟ زي مثلا السد العالي بيبقى عندنا المية بتحرك التوربينات بتبقى طاقة ميكانيكية، وبعدين تخرج لنا الكهرباء على هيئة باور، على هيئة الطاقة بتخرج لنا على هيئة كهرباء. تاني حاجة الترانسميشن النقل، زي مثلا الأسلاك النقل اللي بتبقى على الطريق، اللي هي بتبقى أبراج الضغط، أبراج الجهد العالي، زي اللي هي اسمها الأوفر هيد ترانسميشن لاين. بعد كده عندنا ثالث مرحلة هي الديستريبيوشن، التوزيع. بنوزع الكهرباء ازاي؟ عندنا الاندرجراوند تيبلز. ايه الاندرجراوند تيبلز دي؟ اللي بتبقى الكابلات محطوطة تحت الارض بيمشي فيها الكهرباء، وبتبدأ بقى توزع على الشوارع والبيوت والمصانع من اي حتة بقى، تمام؟ طيب ايه الفرق بين الاندرجراوند تيبلز والاوفر هيد لاينز؟ الاتنين بيوزعوا كهرباء والاتنين بينقلوا كهرباء، بس ايه الفرق بينهم؟ اول حاجه الاندرجراوند تيبلز، الكابلات اللي بتبقى تحت الارض دي تبقى تكلفتها عاليه. ليه تكلفتها عاليه؟ لان هي تحت الارض فاكيد بتتعرض لرطوبه وميه واملاح وحاجات كتيره جدا، وكمان تحت الارض بتتعرض لضغط عالي من البيوت والاحمال اللي بتبقى مبنيه على الارض، حاجات كتيره جدا، وكباري وعربيات بتمشي حاجات كتيره. فده هيخلينا ان احنا نعزلها اكتر من طبقة، او ان احنا عايزينها كويس وبنغلفها بقى بسياخ حديد بحيث انها متعرضش لاي ضرر من اللود اللي بقى عليها من فوق الارض، او ان هي تقدر تستحمل الاوزان فوقيها. فاحنا تكلفتها عالية عشان احنا بنحتاج نعزلها جامد عشان ما تتعرضش لاي رطوبة او اي حاجة، او تخليها انها تتلف او تبص او تتعرض لضرر. تاني حاجة ان احنا بنقويها بأسياخ حديد كتير عشان تتعرض، عشان تتحمل الضغوط العالية اللي بتبقى عليها فوق سطح، اللي بتبقى عليها من فوق الارض يعني. عندنا الاوفر هيد لاينز تكلفتها قليلة. ليه؟ لان احنا مش بنحتاج ماتيريال غالية ان احنا نعزلها، هو الهواء عازل طبيعي بيعزلها، ما بيخليش بيعرضهاش ان هي تعمل ماس كهربي او كده، فالهواء موجود في اي حتة، فطبعا تكلفته قليلة جدا من ان احنا نجيب ماتيريالز ونعزل يعني. بتبقى تكلفتها عبارة عن ايه؟ هي تكلفتها عبارة عن الاسلاك اللي احنا مستخدمينها في نقل الكهرباء والتاورز، بس اللي هي ابراج الجهد العالي. طيب التاورز دي بيمشي فيها على الاقل 200 كيلو فولت وبتوصل 1000 كيلو فولت، يعني بنديها كهرباء 200 كيلو فولت وبيوصل ليه، بنديها قصدي كهرباء 200 كيلو فولت، وساعات كمان بتوصل ل 1000 كيلو فولت. فالكهرباء دي رغم ان هي عالية جدا بس الهواء بيقدر ان هو يعزلها. بس وعندنا سلبية للأوفر هيد لاينز دي، ان هي بتطلع الكترومغنيتك ويفز، فلو قربنا منها ده بيسبب قدر الله كانسر يعني. ليه احنا بقى بنتجه ان احنا نستخدم الاي سي، او ليه بنفضله ان احنا نستخدمه يعني؟ طبعا ان تكلفة الاي سي اقل من الدي سي، الدي سي اغلى من الاي سي بكتير. هما بيبدلوا الدي سي بالاي سي
عشان الاي سي ارخص بكتير من الدي سي، مع ان الموتورز اللي بتشتغل بالدي سي بيبقى الاداء بتاعها البرفورمانس بتاعها بيبقى عالي اكتر من الاي سي يعني. مع ان برضو ان الاي سي بيطلع الكتروماجنتيك ويفز، موجات كهربائيه، موجات كهرومغناطيسيه بتسبب تشويش على الاتصالات وتسبب كانسر، بس بيستخدموها برضو عشان هي ارخص يعني. عندنا بقى بعد كده هي فكرة عمل الجنريتور المولد الكهربي. عندنا هو نفس فكرة ان احنا لو جبنا كوندكتور وحركناه في مجال كهربي هيتولد في ام اف وهيتولد في تيار، صح؟ هو ده فكرة العمل بالظبط الجنريتور، ان احنا هنجيب ملف ونحركه في مجال كهربي. هنشرح ده بالتفصيل، بس الاول نتكلم عن ايه هي الماجنتيك فيلد لاينز. دي خطوط مغلقه. يعني ايه خطوط مغلقه؟ يعني احنا لو جبنا كده مغناطيس حطيناه بالشكل ده ومغناطيس حطيناه بالشكل ده، القطب السالب يعني القطب الموجب والقطب ال قصدي ال 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 القطب الجنوبي يمت القطب الشمالي، والقطب الشمالي اهو يمت القطب الجنوبي. طيب عندنا الماجنتيك فيلد لاينز دي بتمشي ازاي؟ بتمشي من القطب الشمالي بتروح للقطب الجنوبي وهكذا. هي برضو لو بصينا عليها كده بتمشي من القطب الشمالي بتروح للقطب الجنوبي. عندنا عدد خطوط المجال المغناطيسي اللي بتمشي دي اسمها فاي، اللي هي الماجنتيك فلكس، وحدتها هي الويبر. طيب عندنا في حاجة تانية اسمها الفلكس دينستي. الفلكس دينستي دي هي عبارة عن عدد خطوط المجال المغناطيسي اللي بتعدي في وحدة مساحة، تمام؟ فاحنا عندنا الفلكس دينستي هي عبارة عن الماجنتيك فلكس على الاريا. طب وحدة الفلكس دينستي ايه؟ وحدة الفلكس دينستي دي هنجيبها من القانون ده، عندنا الماجنتيك فلكس بويبر وعندنا الاريا بمتر سكوير، فويبر بالمتر سكوير هتبقى دي وحدة الفلكس دينستي، كمان بتكافئ التسلا، فويبر بالمتر سكوير بتكافئ التسلا. عندنا بقى هنشرح ازاي بيحصل ال generation لل AC voltage. عندنا احنا لو بصينا في الشكل ده كده، اول حاجة احنا هنعتبر ان السيتا هي الزاوية بين العمودي على الملف والمجال. اول حاجة هنا السيتا بزيرو، السيتا بزيرو هيكون عدد خطوط عدد خطوط الماجنتيك فلكس اللي بتخترق الملف كبيرة جدا، فأكبر ما يمكن. فعندنا الفاي هتبقى ماكسيم. لو بصينا هنا كده هنقول ان السيتا بزيرو، والسيتا بزيرو اللي هي الزاوية بين العمودي على الملف والمجال، الفلكس في الحالة دي اللي هيخترق الملف هيكون ماكسيم. طيب احنا لو الزاوية قعدت تزيد 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 لحد ما وصلت ل90، فبقى الملف موازي كده، الزاوية بين العمودي على الملف اهي والمجال اهو، فبقت 90. ففي حين ان الزاوية كانت بتزيد قعدت تزيد من 0 ل90، كان قصادها كان قصادها الفلكس اللي بيخترق الملف عادي لحد ما هو وصل اهو، ما بقاش فيه اي ماجنتيك فلكس يخترق الملف. فعندها كده الفاي بقت بزيرو، الفلكس بقى بزيرو. طيب احنا لو كملنا نلف والزاوية بدأت تزيد من 90 ل180، هيبدأ يرجع تاني تزيد تدريجيا عدد خطوط الفلكس اللي بتعدي من الملف لحد ما توصل لقيمة عظمى، بس اليمة التانية بالسالب والسيتا هنا هتبقى 180. فعندنا هيبقى الفاي هيبقى سالب فاي ماكسيمم، الفلكس هيبقى سالب فاي ماكسيمم لانه زاد في اليمة التانية. عندنا بعد كده لما الزاوية تبدأ تزيد من 180 ل70، هيبدأ تاني ترجع لخطوط الفلكس اللي بتخترق الملف تبدأ تقل تاني لحد ما توصل للزيرو. فاحنا عندنا اهو لما السيتا كانت بزيرو، الفلكس اللي كان بيخترق الملف كان ماكسيمم، السيتا كانت بزيرو، يعني معنى كده ان خطوط المجال عمودية على الملف. عند السيتا ب90 الفلكس المخترق الملف بدأ يقل لحد ما هو وصل لزيرو عند زاوية 90، لأن الملف بقى موازي للمجال. بعد كده عند السيتا 180
الفلكس المحترق الملف بدأ يزيد في الاتجاه السالب لحد ما وصل لماكسيمم بس بقيمة سالبة، وكان في الحالة دي برضو الملف عمودي على خطوط المجال. في آخر وضع كانت الثيتا 270، بدأت الزاوية تزيد من 180 ل 270، وقصادها الفلكس اللي بيخترق الملف بدأ يقل لحد ما وصل للزيرو. تمام، احنا عندنا ان الفاي بتساوي فاي ماكسيمم كوزاين ثيتا. عندنا الفاي ماكسيمم دي عبارة عن بي في ايه. طب احنا عندنا الدي ثيتا باي دي تي، دي الاوميجا اللي هي سرعة الدوران. طب احنا لو عملنا انتجريشن هيطلع علينا ان الثيتا ايكوال اوميجا تي، فممكن نشيل الثيتا دي ونحطها اوميجا تي. فاحنا عندنا ان الفلكس الفاي ايكوال الفاي ماكسيمم كوزاين اوميجا دي، او ممكن نقول ان الفاي ايكوال بي في ايه اللي هو الفلكس دينستي في الاريا في كوزاين اوميجا دي. اوميجا دي سرعة الدوران الملف، وعندنا التي دي هو الزمن، وعندنا الثيتا دي هي الزاوية بين العمودي على الملف والمجال. عندنا آخر حاجة هي الفاراديز لو. ايه فاراديز لو ده؟ فاراداي لا، لو احنا عندنا كويل بيخترقوا فلكس، مغناطيسية فلكس بيتغير مع الزمن سواء كان بيقل او بيزيد، هيحصل على اطراف الكويل ده اي ام اف. فاحنا عندنا ال اي ام اف هتساوي ان دي كيو باي دي تي، عدد لفات الملف في تغير الفلكس بالنسبة للزمن. طيب او هنحط اشارة سالب، بس ايه السالب دي؟ السالب دي معناه ان هو هينشأ في الملف اي ام اف هيولد تيار، التيار ده هينشأ عنه فلكس يعاكس التغيير اللي حصل في الفلكس الاصلي. يعني ايه الكلام ده؟ يعني احنا عندنا لو الفلكس الاصلي بيزيد فهينشأ اي ام اف تخلي تعمل تيار عكس الفلكس الاصلي فيقلله. طب لو احنا عندنا الفلكس بيقل، الفلكس الاصلي بيقل، فهينشأ في الملف اي ام اف تيار هيعمل فلكس في اتجاه الفلكس الاصلي بحيث انه يزوده. فبمعنى صح او بطريقة تانية يعني ان لو الفلكس بيقل هيحصل اي ام اف يعمل تيار يخلي الفلكس يزيد، لو الفلكس بيزيد هيعمل اي ام اف يخلي تيار يخلي الفلكس يقل. فلو هو بيزيد احنا عايزين نقلله، ولو هو بيقل احنا عايزين نزوده. تمام، عندنا الاي بيساوي سالب ان دي كيو باي دي تي. لو عملنا انتجريشن لمعادلة ال دي فاي باي دي تي، لو عملنا انتجريشن لمعادلة ال الفاي هيدينا سالب فاي ماكسيمم اوميجا ساين اوميجا تي، نقدر نعوض بيها هنا فهيدينا ان ال اي ام اف ايكوال ان عدد لفات الملف في الفلكس الماكسيمم في الاوميجا اللي هي سرعة دوران الملف في ساين اوميجا تي، التي دي هو الزمن. وعندنا ان ال اي ماكسيمم ال اي ام اف ماكسيمم هي عبارة عن ال ان في الفاي ماكسيمم في الاوميجا، فهنشيل ان فاي ماكسيمم اوميجا دي تبقى اي ماكسيمم ساين اوميجا تي. عندنا دي ال اي ماكسيمم ممكن نقول عليها الماكسيمم فاليو او البيك فاليو. كده اول جزء في ال اي سي خلص، واشوفكم الجزء التاني ان شاء الله.